السابق التنموية والثقافية في هذه المدينة التاريخية. وضع الحجر الأساس لبناء محطة كهربائية مهجنة لتزويد القطب التنموي البحري بالطاقة الكهربائية في الكيلومتر 28 على طريق روسو. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل هذه النشرة. مرحبا بأحمد الحسن الذي يصحبنا بلغة الإشارة. ونبدأها ببريد رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز، حيث وجه سيادته برقية التهنئة التالية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، صاحب الجلالة والأخ العزيز، بمناسبة احتفال المملكة المغربية بذكرى عيد الاستقلال. يسرني أن أبعث إلى جلالتكم بأصدق التهاني مقرونة بأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لكم شخصيا وبالمزيد من التقدم والرخاء للشعب المغربي الشقيق، كما أجدد لجلالتكم حرصنا على مواصلة العمل من أجل تعزيز وتطوير علاقات الأخوة والتعاون المتميزة التي تربط موريتانيا والمغرب بما يحقق المصالح المشتركة لشعبين الشقيقين. وتقبل صاحب الجلالة والأخ العزيز أسمى آية التقدير، أخوكم محمد والعبد العزيز. كما وجه رئيس الجمهورية برقية التهنئة التالية إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، صاحب الجلالة وأخي العزيز، في الوقت الذي تحتفل فيه سلطنة عمان الشقيقة بعيدها الوطني، يسعدني أن أعبر لكم عن أحر التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والعافية لجلالتكم وباطراد التقدم والرخاء للشعب العماني الشقيق. وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم مجددا حرصنا على مواصلة العمل على توطيد علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين بلدينا الشقيقين. وتقبل صاحب الجلالة وأخي العزيز أسمى آية التقدير، أخوكم محمد والعبد العزيز. رئيس الجمهورية وجه كذلك برقية تهنئة إلى فخامة السيد ريمونس فيوجينيس رئيس جمهورية لاتفيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وجدد رئيس الجمهورية لرئيس جمهورية لاتفيا حرص بلادنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين خدمة لمصالح شعبيهما الصديقين. اجتمع مجلس الوزراء اليوم في القصر الرئاسي تحت رئاسة رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز، وقد صادق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية خط ائتمان غير معززة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء طائرة جديدة من نوع بوينغ 800-737 لصالح الشركة الوطنية للطيران الموريتانية للطيران. النص الكامل لبيان مجلس الوزراء نتابعه فيما يلي. اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 17 نوفمبر 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد العبد العزيز رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق خط ائتمان غير معزز الموقع بتاريخ 3 أكتوبر 2016 بين وزارة الاقتصاد والمالية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وبرنامج تمويل التجارة العربية والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء طائرة جديدة من نوع بوينغ 737-800 لصالح الشركة الوطنية للطيران الموريتانية للطيران. يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية خط ائتمان غير معزز الموقعة بتاريخ 3 أكتوبر 2016 بين وزارة الاقتصاد والمالية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وبرنامج تمويل التجارة العربية والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء طائرة من نوع بوينغ 737-800 لصالح الشركة الوطنية للطيران الموريتانية للطيران. ويتوج اقتناء الطائرة موضع التمويل الحالي جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الأسطول الجوي للموريتانيا للطيران بطائرات حديثة تستوفي المواصفات الدولية وتضمن الأمان والسلام والراحة للمسافرين. وسيمكن اقتناء هذه الطائرة من تحسين مكانة هذه الشركة الوطنية على مستوى السوق الجهوية للنقل الجوي. وعلى ضوء نتائج الزيارة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز خلال الفترة ما بين 14 و17 نوفمبر 2016 لولاية تاغانت،
قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانئه الحارة لسكان هذه الولاية على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة الهامة التي أشرف فيها على تدشين وانطلاق ومتابعة مشاريع تنموية كبرى. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل، وقدمت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة بيانا يتعلق بإعادة تنشيط وظيفة التوثيق القانوني للإدارة وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية. يستعرض هذا البيان الوضعية الحالية للتوثيق القانوني داخل الإدارة، كما يقترح جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين التكفل بهذه الوظيفة المهمة من خلال نشر النصوص التشريعية والتنظيمية وتعميمها. وقدمت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج بيانا حول نشاطات القطاع من خلال مهماته في كل من كندا والولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا. وقد علق وزراء الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير الأمين العام للحكومة والوزير المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج على اجتماع مجلس الوزراء. واستعرض وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة البيان العام لاجتماع مجلس الوزراء وأهم خصائص مشروع القانون المصادق عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء. وتطرقت الأمين العام للحكومة خلال المؤتمر إلى البيان المتعلق بإعادة تنشيط وظيفة التوثيق القانوني للإدارة وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية. وتناولت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج البيان المتعلق بنشاطات القطاع من خلال مهمته في كل من كندا والولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا. وبإمكانكم السادة المشاهدين متابعة هذا المؤتمر الصحفي كاملا وذلك بعد النشرة الرئيسية باللغة الفرنسية لهذا المساء. وإلى هذا الحد نصل إلى نهاية لغة الإشارة، شكرا لأحمد للحسن الذي رافقنا فيها وإلى اللقاء. وقد عاد رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز إلى نواكشوط زوال اليوم قادما من تشقجة بعد أن أدى زيارة لولاية تقانت دامت 4 أيام. واستقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار نواكشوط الدولي التونسي من طرف الوزير الأول سيد يحيى والحدمين وعدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمدير المساعد لديوان رئيس الجمهورية وولي نواكشوط الغربية ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية. ورافق رئيس الجمهورية في هذا السفر وفد هام ضم على الخصوص السادة دكتور مولاي محمد الأقوف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، البروفيسور كان بوبكر وزير الصحة، الناني والشروقة وزير الصيد والاقتصاد البحرية، أمال مت مولود وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابية، لمينة مت القطب والهمامة وزيرة الزراعة، أحمد سالم والعبد الرؤوف وزير التجهيز والنقل، يسلموا السيد المختار والحبيب وزير التهذيب الوطنية، محمد والأحمد سالم والمحمد رارة مفوض الأمن الغذائية، أحمد والباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية، عبد الله والأحمد دامو مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، سيدنا سخني مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، مبارك والبيروك مستشار برئاسة الجمهورية، محمد الشيخ والسيدي محمد مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، محمد الأمين والدادة مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، الحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة. وكان رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز قد وصل صباح اليوم إلى مركز الخشبة الإدارية المحطة الأخيرة من زيارته الحالية لولاية تقانت. واستقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله من طرف رئيس مركز الخشبة الإدارية السيد محمد المختار ومحمد عبد الله وعمدة بلديتها السيد مماني والبنيجارة والمنتخبون المحليون وأطري ووجهاء وعي المركز. وقد خصص سكان المركز استقبالا شعبيا حارا لرئيس الجمهورية رفع خلاله المواطنون الصور المكبرة لسيادته واللافتات المعبرة عن تمسكهم بالخيارات الوطنية الكبرى وتثمينهم للإنجازات التي تحققت في البلاد في السنوات الأخيرة. وشاركت في هذه الاستقبالات الشعبية مختلف الفعاليات الشبابية والنسوية والمهنية في الخشب.
فوقاني بالشكر على هذه الزيارة اللي هنا. مرحبا بك. طالبينكم الطرق وطالبينكم اتصالات وطالبينكم ذاك كامل، جزاكم الله خيرا ومرحبا بكم. شاكرينكم على هذه السياره المحصوله على هذا إذا مشاهدينا كما تابعتم كانت تلكم صور الاستقبالات الشعبية التي خصصها سكان مركز الخشب الإداري لدى وصول رئيس الجمهورية. وكان رئيس الجمهورية قد قام صباح اليوم بزيارة النقطة الصحية في مركز الخشب الإدارية، حيث استمع إلى شروح حول ظروف العمل في هذه النقطة والمشاكل المطروحة عليها والحلول المقترحة لها. واستمع رئيس الجمهورية من الطاقم المشرف على هذا المركز إلى عرض عن هذا المركز الصحي وجهوده في توفير العلاجات الضرورية الأولية للمواطنين والحاجة الماسة إلى دعم هذا المركز بالمستلزمات والمعدات الطبية الضرورية ليواكب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية. وقد وصل رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز مساء أمس إلى مدينة تيشيت المحطة الثالثة من السيارة التي أداها لولاية تقانت، واستقبل رئيس الجمهورية من طرف حاكم مقاطعة تيشيت السيد سيد أحمد اللبنو وعمدة البلدية السيد محمد الاتياه والعقيد جيد اليبا قائد المنطقة الوسطى للدرك الوطنية والمنتخبون والوجهاء في المدينة. وخصص سكان مدينة تيشيت التاريخية الذين اصطفوا على طول
الطريق الرابط بين أرضية المطار ووسط المدينة استقبالا شعبيا لرئيس الجمهورية. رفعوا خلاله الصور المكبرة لسيادته واللافتات التي تذمن الإنجازات التي تحققت في المدينة. كما أبرزت هذه اللافتات مضامين خطاب رئيس الجمهورية خلال النسخة الثالثة من مهرجان المدن القديمة الذي دعا فيه إلى تكاتف جهود الجميع من أجل استعادة مدينة تشيت لدورها التاريخي ومكانتها العلمية لتحقيق تنمية متكاملة لهذه المدينة تأخذ في الحسبان جميع الأبعاد البيئية والثقافية والاقتصادية. عبر سكان المدينة والمواطنون الذين جاءوا من القرى التابعة للمقاطعة عن ارتياحهم لهذه الزيارة باعتبارها فاتحة لآفاق واعدة للمدينة والمنطقة بشكل عام. Thank you.
إذا كانت تلكم صور وصول رئيس الجمهورية لمدينة تيشيت. رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز ترأس مساء أمس كذلك بمدينة تيشيت اجتماعا للأطر والوجهاء والمنتخبين والفعاليات الشبابية والنسوية. وأفسح رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع المجال أمام الحضور للتعبير عن آرائهم بكل حرية وطرح مختلف القضايا والمشاكل ومقترحاتهم بشأن حلها. وحرص رئيس الجمهورية على التدخل كلما كان ذلك ضروريا للحصول من المتدخلين على توضيحات أكثر قبل أن يصدر التعليمات إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحل المشاكل المطروحة. وفي رده على المداخلات شكر رئيس الجمهورية الحضور ومن خلالهم جميع مواطني المدينة على الاستقبال الحار الذي خصصوه لفخامته، كما أثنى على مستوى التدخلات خلال هذا الاجتماع. وعلى بعد 6 كيلومترات من مدينة تيشيت اطلع رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز صباح اليوم على سير العمل بأحد مقالع الحجارة في المنطقة. وعاين رئيس الجمهورية الطرق التقليدية التي يتم بها قلع الحجارة وجعلها على شكل مربعات قبل نقلها إلى المدينة، حيث تستخدم كمادة أولية محلية في البناء والأشغال العامة. كما أدى رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز كذلك في مدينة تيشيت زيارة لموقع استخراج الملح المعروف بأمرسال الواقع على بعد 7 كيلومترات شمال المدينة. واستمع رئيس الجمهورية من عمدة البلدية إلى شروح حول أهمية ودور هذا المنتوج في مكافحة البطالة وانعكاساته الاقتصادية الكبيرة على الساكنة وضرورة أن يحظى استخراجه وتسويقه باهتمام أكبر. واستقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله موقع المعلمة التذكارية من طرف حاكم مقاطعة تيشيت السيد سيد أحمد اللبنو وعمدة البلدية السيد محمد ونتياها. ويشكل استخراج الملح في منطقة تيشيت نشاطا قديما توارثه الخلف عن السلف، ومثل هذا النشاط مصدر دخل هام بالنسبة للمشتغلين فيها. قد ازدهر هذا النشاط منذ القديم، حيث كانت مدينة تيشيت منطقة عبور لقوافل الصحراء ومحطة بارزة للتموين بمادة الملح ومقايضته بأنواع السلع الرائجة آنذاك. سباخ الملح وأمرسال هنا على مد البصر غير بعيد من قلب مدينة تيشيت التاريخية تقع هذه السباخ. سبخة تيشيت إحدى المعالم البارزة على ما كان يعرف بطريق الملح. استخراج الملح يمثل مصدر عيش لغير يسير من السكان هنا. عندنا المعدن اللي هنا نقعدوا سبخة، نقعدوا السبخة ونبقوا بعد الرئيس اللي يعدل معنا فيها حالة تعود رواية نقدر نتمون استقاموا منها شيء نقدر نستفادوا منه. في الماضي كانت هذه السباخ مصدر تبادل تجاري بين المدينة ومعظم حواضر إفريقيا وأطراف من المغرب الأقصى. اندثر الطريق الملح ومعها ضاعت ثمار كانت تجبى إلى هذه المدينة. جل حاجات تيشيت كانت تأتي عبر مقايضة أساسها ملح سبختها. ما زالت القوافل على قلتها ترد هنا طلبا لفوائد لا تجدها إلا في هذه السباخة. هذا مرسال نحن نبيعوه لهذي البلد. جينا الناس تقبضون شيء ونبيعوه له ازاي نبيعوها نبيعوها ب 630 قسم الى 5 سقايل وتو نتعامل معاهم بهذه الطريقه هذه والوتات كذلك زايدتهم 4 سقايل وبالفوقيه اقل وتات اقل نتيجه من البل. البل تستفاد الناس منهم تبيع لهم شوي تستفاد منه عندهم هون نشي يجيبوا شوي البيرين قادرون كي ويجيبوا قبابين شو قبل به من اللي من زمن ماضي مازال الى حد الان القيضات شقرتها تقليله كانت الناس ان شاء الله عامله بها قبابنا واقوابنا وعاد ذلك قليل يجدري تدمن لا اقواب شوي مره مولي نادر ما بالكثير. باكرا تصل هذه القوافل وتاخذ ميرتها قبل ان تعود الى موطنها. قدم هؤلاء من ولاية الحوض الغربي في رحلة امتدت لفترة تقارب الشهر، يمضون وفي أنفسهم حنين العودة إلى هذا المكان الذي عهدوه. أنا جاي من سوة العيون ولاية الحوض الغربي، وجاي من
قرية نقال لها المبروك ما نحرم الأحبال وسوي تأجلت ونفوتوا 25 يوم مسافتنا مرورا ماشيين وجايين 25 يوم يا مسافتنا ويجوا هنا احنا ملي كمساكين وجوا لي السبخة نقبل صورت من البل من عند أخوتنا اللي عندهم الحيوان ويجوا نسروا مرسال من هون ملي من عند تشيتهم ونقيموا احنا بيهم بيعهم ملي هالحيوان اللي معنا لهم. رحلة ما يعرف بأمرسال تشيت بدأت منذ أن استوطن الإنسان هذه الأرض، وما زالت الرحلة متواصلة إلى حيث تضرب أخفاف هذه الإبل. لا شيء طوع هذه الصحراء حتى الساعة غير الإبل وأصحابها. ليس العلم والتمر وحدهما ما كان يحملان من هنا. أمرسال أيضا كان وما زال ثالث أعمدة ما عرف تاريخيا بحضارة تشيت المدينية. ودائما في تشيت حيث أدى رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز صباح اليوم زيارة لمعلمة تذكارية أقيمت بوسط المدينة تخليدا للمعركة التي دارت بنفس الموقع بين المقاومة الوطنية والمستعمر الفرنسية. واستمع رئيس الجمهورية إلى شروح قدمها رئيس الرابطة الوطنية لتخليد بطولات المقاومة الوطنية سيد سعد بوهل المصطفى حول السياق التاريخي لهذه المعركة التي جرت في 12 يناير 1912 في قصر تشيت بقيادة الأمير المجاهد سيد أحمد الأحمد عيدة واستشهد فيها 8 مقاومين. وتحتفل مدينة تشيت التاريخية هذا العام بالذكرى 900 على إنشائها، وتعتبر هذه المدينة إحدى المدن التاريخية العريقة التي اشتهرت بموقعها في قلب مسار طرق القوافل القادمة من الشمال العربي باتجاه إفريقيا جنوبي الصحراء. أحمد الشريف المختار يقرب لنا في تقريره التالي الصورة عن مدينة تشيت ماضيا وحاضرا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. للمرة ما بعد العد يعلو صوت منادي الرحمن من هنا محيعلا على الفلاح. مسجد الشريف عبد المؤمن باني مدينة تشيت. قصة المدينة المؤسسة على المسجد بدأت عام 536 للهجرة. في جوانب هذا المسجد قامت حضارات عمرت الأرض علما ومعرفة. ظلت منارة المسجد شامخة تحرس المدينة وتتحدى عاتيات الزمن. لقد تأسست مدينة تشيت سنة 536 هجرية، وأول ما بدأ به مؤسسها الشريف عبد المؤمن بن صالح الإدريسي هذا المسجد تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بنى داره التي بإزراء قبر صاحبه الحاج عثمان أحد مؤسسي مدينة وادان، ثم بعد ذلك انتشر البناء واستمر. بنى الشريف عبد المؤمن داره بالقرب من المسجد، وفيها بدأ تأسيس نمط جديد من الحياة لم تعهده هذه الصحراء المرتحلة أبدا صوب المجهول. تروي سواري المسجد قصصا عن حياة علماء ولدوا هنا ونشأوا ورفع الله ذكرهم في الأرض. هذه الطريق يعني الهدبرارة يدي مثلا معروف مثلا طريق القوافل بلد تجمع القضاة العلماء وطفيها الحمد لله في إلى جانب دلاء دائما عن
غير بعيد من المنارة دفن باني تيشيت التاريخية، وبجواره قبر صاحبه الحاج عثمان مؤسس مدينة وادانا. قدم الاثنان في رحلة عبر الصحراء ومضيا، ستكتب آثار رحلتهم حضارات وتنشئ مدنا بدأت كلها من المسجد وإليه تعود. وفي مدينة تيشيت اطلع رئيس الجمهورية على سير الأشغال في المباني الإدارية والسكنية للإدارة الإقليمية في المدينة، وعاين رئيس الجمهورية مستوى تقدم الأشغال في هذه المنشآت الجديدة التي تدخل في إطار تحسين الواجهة الإدارية والسكنية في جميع مقاطعات الوطن، واستمع إلى شروح تناولت خصائص هذه المنشآت المعمارية ومستوى تقدم الأشغال فيها. مدرسة تيشيت الابتدائية مثلت إحدى محطات الزيارة الرئاسية للمدينة أمس، واستمع رئيس الجمهورية إلى النشيد الوطني الذي أدته مجموعة من أطفال المدرسة، ثم تجول داخل الفصول واستفسر عددا من التلاميذ عن مستوياتهم ومدى استيعابهم للدروس. ويبلغ عدد تلاميذ هذه المدرسة التي تتوفر على 9 فصول 327 تلميذا، بينهم 167 بنتا، ويزاول التدريس فيها 8 معلمين. ومن التعليم إلى الصحة، حيث تفقد رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز مساء أمس المركز الصحي بمدينة تيشيت، وتعرف سيد الرئيس على الخدمات التي يقدمها المركز واستمع إلى شروح بهذا الخصوص قدمها الطبيب الرئيس بالمستوصف الدكتور أمدي سيلي سوماري. ويقدم المركز الصحي وهو من الفئة باء ضمن المنظومة الصحية الوطنية 10 استشارات طبية يوميا، ويتكون طاقمه الطبية إضافة إلى الطبيب الرئيس من ممرض رئيس و3 قابلات، كما يضم المركز الصحي قاعة للاستشارات وأخرى للحجز والولادة وصيدلية وقاعة للتبريد. ما اشتغل قاعد فيها؟
مقاطعة تيشيت التي يعود تاريخ إنشائها إلى العام 1936 تشكل إحدى أهم وأقدم مقاطعات الوطن بصفة عامة وولاية تقانت بصفة خاصة. وتتوفر هذه المقاطعة على العديد من البنى التحتية الأساسية والمرافق الخدمية التي يطلع سكان المقاطعة إلى رؤيتها تتعزز وتتطور مع الزيارة الرئاسية للمقاطعة. تي شيت، قالها الشريف عبد المؤمن في هذا الوادي وأناخ. مع مطلع القرن السادس الهجري ستبدأ قصة حضارة أساسها العلم والعمل به. أغلب علماء شنقيط وردوا حياض تي شيت وسدروا بإجازات في علوم شتى. على مر الحقب أيضا ظلت المدينة قبلة للقوافل التجارية في سيرها الحثيث بين حواضر أفريقيا وشنقيط. سيشهد العام 1939 إعلان المدينة مقاطعة. مقاطعة تيشيت هذه مقاطعة أنشئت بالمقرر رقم 672 بتاريخ 1935، يقدر عدد سكانها ب 5655 نسبة حسب آخر إحصاء، إحصاء 2013. يبلغ عدد قراها أكثر من 14 قرية، هي تتكون من بلديتين. تدخلات الدولة فيها خلال السنوات الأخيرة كانت كثيرة ومتنوعة وهامة. تسكن ثالثة مقاطعات ولاية تقانت حوالي 5000 نسمة موزعة على 14 قرية في بلديتي تيشيت والخشب. وعلى الرغم من جهد الدولة في بسط الطرق، تبعد تيشيت 240 كيلومترا عن عاصمة الولاية في ممرات بين الهضاب والسهول والوهادة، طريق تعد الأصعب في الوطن لا سبيل لقطعها إلا بشق الأنفس. تيشيت اليوم تعاني من عزلة خانقة، ومن هذا المنطلق والله من هذا المنبر اختاروا نحسوا والله نطلبوا من سيادة رئيس الجمهورية بعلن العزلة. هي العزلة صراحة هي اللي مطروحة وضعيتها بالنسبة لتيشيت. هاي واحدة. المدينة كما ترون مدينة عتيقة وتقع في موقع بين طريق القوافل القديمة، وفي الوقت اللي نحن الآن نستعد لزيارة السيد الرئيس محمد عبد العزيز اختاروا نلفتوا السلطات بصفة عامة بأنها تستهدف هذه المدينة برعاية عودة خاصة في مجال الصحة ومجال التعليم ومجال البنى التحتية، حرصا على تقريب الخدمات من المواطنين في مدنهم. شيدت الدولة بقلب المدينة مركزا صحيا من الفئة باء بطاقم صحي يضم طبيبا وممرضا ومولدتين وسيارة إسعاف. تتبع المركز نقطتان صحيتان وبالمقاطعة ثلاث مدارس ابتدائية وإعدادية واحدة. هذه إعدادية تشيت بنايتها 2012، تعدل بريفة كل سنة، عدد تلاميذ فيها يتجاوز 90 تلميذي كل سنة. بريفتها نجاحها فيها بالنسبتهم جيدة، ولكن من بين دائما بنات يتغيبن عن مواصلة في السنة الخامسة نظرا لبعد المدينة ومستوى أهلها وعليه. فكان من الطلبات الملحة على أهلهم افتتاح ثانوي. لا عجب إن تجاور الماضي والحاضر هنا في تيشيت آثار لحياة مدينية تشهد عليها أبنية ومآذن المدينة المصنفة تراثا عالميا، وفيها مخزون من المخطوطات جعلها الأولى وطنيا. يمتهن أغلب سكانها الزراعة في الواحات وتحت النخيل. هنا أيضا سباخ ومقالع للحجارة هي عماد اللوحة الزاهية للمدينة. اليوم تتحنث تيشيت في عزلتها القهرية وتتهادى متلمسة طريقها نحو حضارة ليست غريبة على هذه الناحية الشرقية من ولاية تقانت. هنا سادت حضارة وتمددت قبل أن تغرب. كادت تيشيت أن تندثر لولا بقية من أبنائها ظلت صامدة
في وجه عواد الزمن. يقول المؤرخون إن الحضارة لا تموت لكنها تذبل، وتبقى معالمها منتظرة من يتفاعل معها لتبدأ دورتها من جديد. هنا المعالم والشواهد بادية في كل زاوية وساحة، فهل سيطول الانتظار؟ لقناة الموريتانية أحمد الشريف المختار، تيشيت، أقصى ولاية تكانت. وكان رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز قد وصل ظهر أمس إلى مركز القدية الإدارية، وذلك في إطار الزيارة التي أداها سيادته الحالية لولاية تكانت. وخصص سكان المركز استقبالات شعبية حارة لرئيس الجمهورية، كان للجمالة بزيهم التقليدي حضورا بارزا فيها. وكان على رأس مستقبل رئيس الجمهورية حاكم تججة السيد محمد عبد الله والطالب واللباهنة، ورئيس مركز القدية الإدارية السيد محمدي والشيخ أحمد، وعمدة البلدية السيد السالك والعبد الجليلة، وأطري وعياني ووجهاء المركز وفعاليته الشبابية والنسوية، وجمع غفير من سكان بلديتي أبو بكر بن عامر والحصيرة. صور الاستقبالات الشعبية لدى وصول رئيس الجمهورية للمركز الإداري القدية. وفي مركز القدية دائما الإداري اطلع رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز على واقع التعليم في المدينة من خلال زيارة للمدرسة رقم 1 بالقدية. ويعود تأسيس هذه المنشأة التربوية المكتملة إلى سنة 1993، ويدرس بها 386 تلميذا، 192 منهم من البنات. رئيس الجمهورية تجول بين مختلف الفصول الدراسية واستفسر عن مستويات التلاميذ والمشاكل المطروحة والحلول المقترحة لها. وقد استقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله مباني المدرسة من طرف وزير التهذيب الوطني محاطا بعدد من معاونيه والهيئة الإدارية للمدرسة.
ودائما بمركز القضية الإدارية اطلع رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز ظهر أمس على سير العمل بالمركز الصحي للمدينة، وتجول رئيس الجمهورية داخل بناية المركز الذي يصنف ضمن الفئة باء من النظام الصحي الوطني، واطلع على الحالة الصحية للمرضى وطبيعة الاستشارات المقدمة. ويقدم هذا المرفق الصحي 20 استشارة طبية يوميا تتعلق أساسا بالإسهالات ونزلات البرد. وقد استقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى المركز من طرف وزير الصحة البروفيسور كان بوبكر والمدير الجهوي للصحة في تقانة الدكتور يمهل والمحمد فاضل وطاقم المركز الصحي. ويعتبر مركز القدية الإدارية أحد المراكز الإدارية الثلاثة في ولاية تقانة، ويتميز بطبيعته التضاريسية الخاصة، ويعتمد سكان المركز على الزراعة وتنمية الماشية والنشاط الواحاتي الذي يستقطب شرائح واسعة من سكان المركز. شيخ المحيميد، وصورة تقريبية عن هذا المركز الإداري. تأسيس القدية عاصمة لمركز إداري يضم بلديتي الحصيرة وبكر بن عامر، تتوزع عليهما 16 ألف نسمة في أكثر من 60 تجمعا سكانيا. أنشئ المركز بموجب المرسوم رقم 68174 الصادر بتاريخ 6 يونيو 1968، وذلك لأسباب موضوعية نظرا للكثافة النسبية للسكان واتساع المساحة والعزلة. أيضا يحتوي المركز على ما يزيد على 60 مدرسة ابتدائية ثانوية إعدادية في القدية وإعدادية في دية مشروع عاصمة الحصار. عندنا بنية صحية، عندنا مركز صحي في عاصمة المركز في القدية، وثمانية مراكز التجمعات وراء التجمعات التابعة للمركز. يعتمد سكان مركز القدية الإداري في حياتهم الاقتصادية على الزراعة بما في ذلك زراعة الواحات وعلى التنمية الحيوانية. نوه بعد بدور سيد الرئيس اللي قام به من بداية قبل للحكم أنه عدل ياسر من المجازات اللي ما كانت خالق هذا حوانة الأمل، نتيجتهم كبيرة على المواطن، استوات فيهم الناس كاملة وتأكد الضعاف. ذقنا على أن حد يشم شور زويرات ونوالب وصبان ومالي قاسي البلاد اللي قال رضية دول تغريدي ولاجه حد مع الله ما وداوة تماشي. بالنسبة نحن القدية فرحانين وندور إن شاء الله ونعدل من الاستقبال والاستعداد واللي نقدر نحصله واللي نقدر ننعتم الفرح واللي نقدر نعدله من كل شيء يسوى صيفته شن هي ندور نعدله. الرئيس راح نقول بعد انه شاكر له الزياره جات في الوقت اللي مناسب لها، هذا نخل ومهم عندنا نتكلم فيه ياسر من التكاليف انه نروح معها خضروات، لكن هو نقص كبير في المياه نختاره لكن لا نعاون ونساعد فيه. ويرى العديد من سكان المنطقة ضرورة مواصلة الجهود التنموية في المركز بهدف تحقيق ما يساعد السكان على الاستقرار وتوفير المزيد من فرص التنمية، وخاصة ما يتعلق بفك العزلة. بالنسبة له القضية أهم شيء عندهم قدام الرئيس هو فك العزلة عن هذه المنطقة الفاصلة بينهم هم طريق المعبد الرابط ما بين سانكرا وتجيكش، هذا من أهم الاهتمامات عن سكان القرية. عندهم الاهتمام الثاني والأولوية الثانية اللي قالوا طب جانب الصحي، نقطة صحية ما هي مجهزة. ومن الأولويات عندنا تعدلنا فلكة الطريق الرابط لنا بالولاية، احنا معزولين عزل تام ولا عندنا طب. طالب من فخامة رئيس الجمهورية من ضمن زيارته نزور الطب يشوفه تابع للبلدية ياسم القرى للمركز الإداري ياسم القرى اللي
ابسط شيء الدول احنا وش ما عندنا ناهيك عن الدول اخرى. الزياره بالنسبه لنا زينه عندنا ومهمين حتى. وانا من ساكنه حي الجديده بالقديه وخاصة الماء والكهرباء. وقد عكس اهتمام سكان القدية بزيارة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز تعلقهم بخيارات النهج التنموي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات. وقد أدى رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز ظهر أمس زيارة لضريح المجاهد الكبير أبو بكر بن عامر الذي استشهد سنة 1087 ميلادية ودفن بمنطقة المكسم التي عرفت فيما بعد باسم مكسم أبو بكر بن عامر. خلال زيارته التفقدية لولاية تجانت وتحديدا لبلدية أبو بكر بن عامر التابعة لمركز القدية الإداري، حرص رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز على أن يقف ميدانيا على ضريح المجاهد أبو بكر بن عامر المؤسس الأول للدولة المرابطية، وأن يوقظ في أذهان أبناء هذه الدولة العريقة مسيرة المجاهد الكبير في نشر الإسلام في ربوع موريتانيا وترسيخ مبادئ العدل والتقوى. وقد استشهد أبو بكر بن عامر سنة 1087 ميلادية ودفن بمنطقة المكسم التي عرفت فيما بعد باسمه تخليدا لذكراه المجيدة ومواقفه الصامدة. واستمع السيد محمد العبد العزيز إلى شروح حول الملاحم التاريخية التي سطرها هذا المجاهد بما في ذلك تأسيسه للرباط بمنطقة التيدرة 250 كيلومتر شمال غرب نواكشوط واجتياحه مملكة غانا التي تبعد 40 كيلومتر من تامشقط وتأسيسه لمدينة مراكش سنة 1070 ميلادية وتخطيطه لمعركة الزلاجة المشهورة التي قادها نائبه يوسف بن تاشفين. كما عبر سكان قرية مكسم أبو بكر بن عامر لرئيس الجمهورية عن مدى شكرهم وتقديرهم لجهوده في مجال نفض الغبار عن الذاكرة الجمعوية للمجتمع وعنايته بالرموز التاريخية وإحياء ذكرى أبطال المقاومة الوطنية وذكر مآثيرهم الأصيلة. وقد خصص سكان القرى والبلدات الواقعة على الطريق الرابط بين تامر تنعاج والقدية استقبالات شعبية حارة لرئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، وترجل سيادة الرئيس في مختلف هذه المحطات والتحم بالسكان مستفسرا منهم عن ظروفهم المعيشية والمشاكل المطروحة في حياتهم اليومية. وعبر سكان هذه القرى للسيادة عن تثمينهم الكبير للتحولات التنموية الهامة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، وطرحوا مطالب تتعلق بفك العزلة وتوفير خدمات الماء والكهرباء والتغطية الصحية. Thank you.
لقد زار رئيس الجمهورية مشروع تامورة النعاج الزراعية الذي يشمل استصلاح أراض زراعية واسعة وزراعة النخيلة، واكتملت دراسته سنة 2012، وتلقى رئيس الجمهورية شروحا مفصلة حول الأهمية الزراعية لهذه المنطقة وانعكاساتها الإيجابية على الحياة المعيشية للمواطنين لما توفره من إنتاجية وفرص عمل. مشروع بناء سجن بيكا الذي تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابية مثل محطة ضمن محطات زيارة رئيس الجمهورية للمدينة، وهنا اطلع سيادة الرئيس على المرحلة التي وصل إليها إنجاز السجن الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 600 سجين، واستمع السيد الرئيس إلى شروح قدمتها وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، تناولت مكونات ومراحل إنجاز المشروع والدور الذي ينتظر أن يساهم به في تحسين ظروف السجناء وتخفيف الضغط عن سجون نواكشوطة. وهنا في نواكشوط أشرف وزيرا البترول والطاقة والمعادن والصيد والاقتصاد البحري صباح اليوم بالكيلومتر 28 على طريق روسو على وضع الحجر الأساس لبناء محطة كهربائية مهجلة لتزويد القطب التنموي البحري بالطاقة الكهربائية. قد وصل الغلاف المالي للمحطة قرابة 800 مليون أوقية، وتدوم الأشغال بها 6 أشهر. يهدف مشروع بناء محطة كهربائية بالقطب البحري إفرنانا المعروف بالكيلومتر 28 على طريق روسو نواكشوط إلى تزويد هذا القطب التنموي بالكهرباء. ويشتمل المشروع على عديد المكونات، من بينها مد خط كهربائي بطول 30 كيلومتر من الشبكات الهوائية ذات الجهد المتوسط 33 كيلو فولت، بناء منشآت الهندسة المدنية اللازمة، بناء وتجهيز محطة تحويل كهربائي 33 كيلو فولت، وتوصيل كابلين يربطان بين المحمول والحقل الهوائي من جهة، وبين المحمول ومنشآت القطب التنموي من جهة أخرى. لأن السمة البارزة لهذا العهد الميمون عهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز هي تلازم القول والفعل والنظرية والتطبيق والتخطيط والتنفيذ، فقد وصل العمل في ميناء تانيت الممول على نفقة الدولة إلى مراحل متقدمة، وبالأمس القريب شققنا الطريق الرابط بين إفرنانا والعاصمة، وها نحن اليوم نزود هذا القطب الصناعي التنموي الحيوي بطاقة، مما سيبرهن بلا شك على مدى حسن التخطيط والصرامة في التنفيذ، حيث يشكل هذا الإنجاز رافعة لكل الصناعات في هذا القطب، كما سيسهل انسيابة العمل الصناعي وزيادة وتيرة الإنتاج وخلق قيمة مضافة حقيقية وتوفير العديد من فرص العمل. وتتولى تنفيذ أشغال مشروع الكهرباء القطب التنموي للصيد البحري الشركة الموريتانية للكهرباء في مدة زمنية تناهز 6 أشهر. اسمحوا لي في البداية أن أنتهز هذه الفرصة لأقدم تهاني لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز والحكومة وكامل الشعب الموريتاني بمناسبة الذكرى 56 لعيد استقلالنا الوطني الذي سيتم تخليده بعد أيام. أيها السادة والسيدات، تبلغ كلفة هذا المشروع ما يناهز 796 مليون أوقية بتمويل من الدولة الموريتانية والاتحاد الأوروبي، الذي أود هنا أن أعبر له عن خالص شكرنا على الدعم المستمر الذي يقدمه لبلادنا في مشاريعها التنموية. مندوب الاتحاد الأوروبي في بلادنا سعادة السفير جوزي أنطونيو سابادل عبر عن سعادته لحضور وضع الحجر الأساس لبناء محطة كهربائية لتزويد القطب التنموي البحري يومين بعد تدشين الطريق الرابط بين منطقة أفرنانا وميناء نواكشوط المستقل. فالمشروعان يدلان على صلابة وحيوية التعاون الأورو-موريتاني في مجال الصيد البحري. والدليل على ذلك يقول السفير مندوب الاتحاد الأوروبي، إذا جمعنا تدخلات الاتحاد الأوروبي والخصوصيين الأوروبيين
في مجال الصيد البحري فإن هذه التدخلات تصل إلى 40 مليار أوقية سنويا، هذا إضافة إلى الدعم المقدم للإستراتيجية الموريتانية للصيد البحري من خلال مشاريع قيد الإنجاز بغلاف مالي يصل إلى 28 مليار أوقية. رئيس التجمع الاقتصادي والصناعي ذو النفع العام السيد محمد الأمين والمليزين أكد على أهمية هكذا مشروع. إن هذه الفرصة السعيدة التي كنا ننتظرها منذ زمان جاءت في وقت مناسب، وسترافقها إجراءات أخرى منها فكر عزلة بتشييد طريق، منها توفير الماء الشروب، ومنها تشييد ميناء الصيد التقليدي. ولا شك أن هذه الإنجازات ستتيئك لها. وسيمكن بناء هذه المحطة الكهربائية من تغطية حاشيات القطب التنموي البحري من الطاقة الكهربائية ليتسنى له تحقيق الأهداف التنموية المرسومة له. انطلقت صباح اليوم بنواكشوط أيضا أعمال ورشة حول تنصيب اللجنة الوطنية لمتابعة مؤشر الحكامة في مجال الموارد البحرية والشاطئية وانسجام سياسات الصيد. تنظم هذه الورشة بالتعاون بين اللجنة شبه الإقليمية للصيد ووزارة الصيد والاقتصاد البحري في إطار مشروع جوامر الشبه الإقليمي. تتركز أعمال هذه الورشة على تنصيب اللجنة الوطنية لمتابعة مؤشر الحكامة في مجال الموارد البحرية والشاطئية وانسجام سياسات الصيد، بغية تمكين اللجنة من الإطلاع على مهامها المنوطة بها والمتمثلة في رصد مؤشر حكامة الموارد البحرية وتحسين مستوى الانسجام بين السياسات القطاعية في إفريقيا العربية والتشاور والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة. قد سعت بلادنا إلى تعزيز مكانة الحكامة الراشدة قاريا عبر تنظيم المؤتمر رفيع المستوى حول الشبابية والتنمية المستدامة في إفريقيا في يناير 2015، ودوليا عبر إطلاق ورعاية مبادرة عالمية للشبابية في قطاع الصيد في تي، انعقد مؤتمره الأول في شهر فبراير 2016 بنواكشوط. وقد استبق قطاعنا المبادرة القائمة بالشروع في تنفيذ استراتيجية التسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015-2019، التي تضمنت إصلاحات جوهرية على السياسة القطاعية ككل، وأفردت محورا خاصا للحكامة، وصنعت من خلاله القواعد والضوابط الضامنة لتسيير تشاركي شفاف لمواردنا البحرية. بدورها قالت جينابا بايترا وريه رئيسة قطاع السياسات والتشريعات للجنة شبه الإقليمية للصيد إن هذه الورشة تدخل في إطار الاتفاق الموقع بتاريخ 13 مايو 2016 بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية واللجنة لتحقيق المشروع للمحافظة على سياسة تسيير المصادر البحرية والحد من الفقر. يشارك في الورشة ممثلون عن القطاعات المعنية بسياسات الصيد واتحاديات الصيد المهنية، بالإضافة إلى هيئات المجتمع المدني الناشطة في المجال. بدأت اليوم في نواكشوط أعمال ورشة تحسيسية حول طرق جرد مادة الزئبق منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للأبحاث أونيتار، وتندرج الورشة في إطار تنفيذ معاهدة ميناماتا حول الزئبق التي صدقت عليها بلادنا من بين 20 دولة الأولى سنة 2014. الزئبق أحد أخطر المواد الكيميائية وأكثرها تأثيراً على الصحة والبيئة لشيوع استخدامه في مجالات حياتية متعددة، مما يستدعي جرداً لمصادر هذه المادة وتكوين خبراء حول طرق وفنيات معالجة عنصر الزئبق السام، وهو ما تسعى إلى تحقيقه هذه الورشة المنظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة. إنني على يقين بأن اجتماعكم اليوم سوف يمكنكم من التعرف عن قرب على أهم بنود هذه الاتفاقية الهامة وملحقاتها، وكذلك المساهمة في إغناء لائحة مصادر انبعاث وتسرب الزئبق الجديرة بالمراعاة حين جرد تلك المصادر حسب قطاعاتكم. المتحدث باسم مركز الأمم المتحدة للأبحاث أكد أهمية هذه الاتفاقية وما تضمنته من بنود وخصوصيات ستساهم في التصدي للآثار السلبية لمادة الزئبق على الصحة العامة للإنسان ومحيطه البيئي.
المشاركون في هذه الورشة يسعون إلى التعرف على أحدث الطرق المتبعة في شرد وتحديد عناصر مادة الزئبق الكيميائية في المجال الجغرافي والمحيط البيئي، وتقديم أفضل الطرق لتفادي المضاعفات الصحية لهذا العنصر الكيميائي. احتضنت قاعة المتحف الوطني بالعاصمة مساء أمس تظاهرة ثقافية حول إبراز دور المرأة في مقاومة الاستعمار نظمته من طرف المكتب الوطني للمتاحف. قد أوضح مدير المتحف الوطني السيد كان ممد هدية جوانب من المقاومة الوطنية للمستعمر كان للنساء الأثر البارز فيها والتصدي للمستعمر الفرنسي ثقافيا وعسكريا رغم تفوقه في العدة والعتاد. تضمنت التظاهرة معرضا للفن التشكيلي جسدت لوحاته دور المرأة في تلك الحقبة ودعمها اللامحدود لأبطال المقاومة. انطلقت صباح اليوم بمقر المنطقة العسكرية السادسة بالعاصمة منافسات الكرة الطائرة المنظمة ضمن فعالية البطولة الرياضية العسكرية في طبعتها 17. قد شهدت هذه المنافسات مشاركة 8 فرق رياضية تمثل بعض التشكيلات العسكرية المشاركة في هذه البطولة. في سادس أيام البطولة العسكرية في دورتها 17 مدير إدارة الرياضة بالأركان العامة للجيوش العقيد همد حمادي محمد الأمين رفقة المقدم محمد محمود أحمد سالم عبد الله قائد سرية الدعم الجهوي السادسة يشرفان على انطلاق الأدوار النهائية لمنافسات الكرة الطائرة. الفعاليات الرياضية للكرة الطائرة تميزت بإجراء مباراتين عن المجموعة الأولى التي تضم أربع فرق هي كتيبة الدرو وبابي المنطقة العسكرية الأولى كتيبة الصاعقة والميضاليين الأولى بريمير بسيب والفرقة الخاصة بي إس. وقد جمع اللقاء الأول بين فريق كتيبة الدروع وفريق المنطقة العسكرية الأولى حيث انتهى اللقاء بفوز فريق كتيبة الدروع بثلاثة أشواط دون مقابل. أما في المباراة الثانية التي جمعت فريق الصاعقة والميضاليين الأولى بفريق الفرقة الخاصة فقد عرفت فوز فريق كتيبة الصاعقة والميضاليين الأولى بثلاثة أشواط دون رد. منافسة الكرة الطائرة تعرف مشاركة 8 فرق تأهلت حتى الآن من بينها 3 فرق في انتظار أن يكتمل عقد المتأهلين بعد معرفة نتيجة اللقاء الذي سيجمع غدا بين فريق كتيبة اللوجستيك باتلوج وفريق كتيبة القيادة والخدمات بي سي إس بملاعب الكرة الطائرة التابعة للمنطقة العسكرية السادسة. شاهدينا ختاما لهذه النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها. خلال اجتماعه مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية خط ائتمان لتمويل مشروع اقتناء طائرة جديدة من نوع بوينغ 737. رئيس الجمهورية يعود لنواكشوط قادما من تشيت المحطة الأخيرة من زيارته لولاية تقانت والتي اطلع فيها على سير العديد من المرافق التنموية والثقافية في هذه المدينة التاريخية. وضع الحجر الأساس لبناء محطة كهربائية مهجنة لتزويد القطب التنموي البحري بالطاقة الكهربائية في الكيلومتر 28 على طريق روسو. مشاهدينا نعود فنلتقي بإذن الله في نشرة منتصف الليل. لذلكم الحين شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.